ينقل لكم ديروا لنا مملحات ندوهم معنا للبحر، راح يكونوا خفاف وظراف والبنه ما عندي ما نقول لك. مع اخوكم داح مانوس، السلام عليكم الاحباب، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير عليكم. الوصفه تاع اليوم راح تكون اروع مملحات اللي تدوهم معكم للبحر. برطل الفارينه راح نديروا 9 حبات على وزن 100 غرام. قد ما نقول لكم يجوا خفاف وهشاش ومع واحد الحشو، قد ما نقول لك بنين زيد شويه للهيه، راح نفرسيهم بسم الله ما شاء الله. الحشو تاعنا راح يكون واعر مع اخوكم دحمانوس، البنه توجور مضمونه مع لاباط اللي راح تكون سهله التحضير. الفيديو تاع اليوم بزاف هاي، نتمنى من المتتبعين كامل يديروا لنا ليجام وفرجه ممتعه للجميع بسم الله على بركه الله. كما راكم تشوفوا الاحباب، هنا اول حاجه نجو نطلعوا لاباط تاعنا كي العاده والعوايد، نديروا توجور طل تاع الفرينه، لكن طريقه تاع الخدمه راح تكون مغايره. نحطوا مغرف واحدة من الفارينة باش الطريقة تكون سهلة. نضيفوا عليها توجور 15 غرام تاع خميرة الخبز، 30 غرام تاع السكر كيما راكم تشوفوا الحباب، وعندنا السوائل 250 ملليلتر خليط ما بين الحليب والماء. نحطوهم هنا هكذا في زوج، وكمية من الأعشاب العطرية، يعني لاباط تاعنا راح تكون اليوم من السماء ما شاء الله. نتوما في الدار إلا ما تحبوهمش تقدروا تستغناو عليهم. نزيدو نضيفوا الكمية تاع الزيت اللي راح تكون 50 ملليلتر، 5 ملاعق. لاباط تاع اليوم واش راح نديرو؟ راح نديرو شويه فروماج بلون، يعني تجي منكهه بالفرماج ما شاء الله. فروماج اللي راح يكون طارتين، نحطوها هكذا كميات صغار، الا متوفر ديروه، ماشي متوفر تقدروا تستغناو عليه، يعني لاباط راح تجي منكهه بريحه تاع الفرماج. دوك هنا واش راح نديرو؟ نجيبو الفرن تاعنا ونضربو هاد المكونات جيدا. بعدنا ندخلو المكونات الاولانيين، دوك راح نزيدو نضيفو الكميه تاع الفرينه المتبقيه. نحطو نص هكذا، ونحطو توجر الملح 10 غرامات كيما راكم تشوفو الشباب. نكملو الفرينة المتبقية ونطمو لاباط تاعنا خفيف ظريف كي العادة والعوايد. هنا بعد ما نطمو لاباط تاعنا هاي اللي كيفاش تجي ما شاء الله، يعني المقادير راها مضبوطة. دوكا بلا ما تخلوها ترتاح، يعني خفيف ظريف لاباط تاعنا ما شاء الله، راح نقطعوها على وزن 100 غرام. هكذا نديرو كوريات على وزن 100 غرام، الحباب بعد ما نقطعوهم دوكا راح نبوليوهم ديريكت ونرشو هكذا شويه تاع الفرينة خفيف ظريف، يعني نتحصلو على 9 قطع 9 حبات ما شاء الله. كوروها يعني بيها بنفس الطريقة اللي مضاريين نبوليو بيها دايما، نحطو الحبيبات كامل هكذايا. هنا واش راح نديرو؟ نرشوهم توجور بشويه تاع الفرينه، نغطوهم ونخلوهم يربوزيو، لانه العجين تاعنا ما خليناهش يرتاح مع الاولاني، نخلوهم يرتاحوا ونجوزو نحضروا لافارس خفيف. دابا راح نحضروا لافارس تاعنا. اول حاجه واش راح نحتاجو؟ شويه تاع دانداشي ولا بولي اشي اسكالوب لحم مرحي، واش كان متوفر عندكم. عندي هنا شريت حوالي 30000 تاع كويس دو داند. واش راح نديرو لها؟ نص حبه تاع بصل مقطع رقيق، ومع حوالي زوج فصوص تاع الثوم، نص حبه تاع الفلفل المقطع رقيق، درت لها شويه تاع الحار، نتوما الا ما تحبوش الحار استغناو عليه. عندنا حبه طوماطيش مقطعه مكعبات صغار، كميه تاع المعدنوس، ملعقه طماطم مصبره، ملح، فلفل كحل، وشويه تاع العكري. هادو هما المقادير ندخلو في طريقه التحضير. راح نجيبو المقله تاعنا نشعلو عليها النار ونديرو لها شويه تاع الزيت، نخليوه يسخن اخفف ظريف. حاجه راح نجيبو البصل الفلفل هذاك الثوم والحار، نحطوهم يتقلاو. هذاك الدانداشي ولا بولياشي واش كان متوفر عندكم، حمسوه مليح. نضربوا عليهم طلاب بعد ما خليناهم تقلوا ملح، يعني لازم البصل تاعكم هذاك يتكرمل مع هذاك الفلفل واللحم ما شاء الله. كان واش راح نديروا؟ نجيبوا الملعقه تاع الطماطم المصبره نحطوها هنا ونضيفوا الطماطم تاعنا. راح نجيبو الكمية تاع الملح، توابل قلنا فلفل كحل وفلفل عكري وفقط، نزيدو رشة هكدا خفيفة تاع المعدنوس ونخلوهم يطيبو غير 4 قلعات. بعدنا نشوفو الطماطيش تاعنا كامل دبلت، يعني لافارس تاعنا راها معسلة. عندما تشوفوها نشفت كامل، ما يعني ما ديرو لها ولا قطرة تاع الماء. نجيبو ملعقة كبيرة تاع فرماج أبيض، نحطوها خفيف ظريف ونحركو لافارس تاعنا راها واجده. الحباب بعد ما نشوفو لاباط تاعنا ارتاحت، شوف كيفاش جات بسم الله ما شاء الله. دوكا بعد ما تروبوزي هنا نجو للفتيح تاعنا، طريقة سهلة مهلة. توجور نجيبو هكذا شوية تاع الفرينة نرشوها
ونبداو نحو بالقطعه الاولى كما راكم تشوفوا الحبه هكذا. بريف نجيبوا الحلال تاعنا ونبداو نفتحوا غير بالعقل. بالنسبه لافارس لازم تخلوها تبرد جيدا. نفتحوا لاباط تاعنا يعني دائريه هكذا غير صغيره. دوكا الحشو تاعنا قلنا ضروري لازم يبرد. نعمروا هكذا ملعقه خفيف طريف ونبسطوها كما راكم تشوفوا. نزيدو نجيبو شويه فرماج رابي يعني في الحشو تاع الفرامج لداخل. الطريقه تاع الغلق راح تكون سهله يعني ماشي كيما السوفلي. نحكموا هذه الجهه مع هذه الجهه هكذا العباب. خدموا غير بالعقل ما تخلوش الحشو تاعكم يخرج لكم. هنايا نقرصوهم هكذا خفيف ظريف حتى للاخر هكذا نقرصوهم على هذا الكوتي. يا من بعد راح نقلبوها على الجهه. شوفوا كيفاش تجي الحبه متحوفه ما شاء الله. نعمروهم كامل في السنيوات ونعاود نولي لكم بعد ما نكملو نحشيوهم كامل. راهم ستفين ما شاء الله يرتاحوا هكذا شويه. راح نديرو خليط ما بين البيض والحليب نضربوهم بيه وندهنو الحليبات تاعنا. الفرن تاعنا راهو شاعل على 180 حتى 200 درجه. شعلوه من الفوق ومن تحت يعني يسخن حوالي نصف ساعه باش يطيبوا لكم ما شاء الله. ندهنوهم كامل هكذا خفيف ظريف من الفوق. الا حبيتو ديرو سانوج ولا جلجلان لكم الاختيار على حسب المذاق تاعكم. باب المملحات تاعنا راهم واجدين. راح نحطو السنيوة الأولى طيب بعد ما نشوفوهم راح يطيبو نزيدو ندهنو الثانية وندخلوهم يطيبو خفيف ظريف ونجو نشوفوهم على بركة الله. كيما راكم تشوفو خاوتي خياتي العزاز هنا بعد ما طابو المملحات تاعنا شوفو شحال يجو شبان بسم الله ما شاء الله ومتحوفين. راح ديرو بيهم حالة. هذه الحبة الأولى اللي كنت قسمتها لكم شوفو لافارس شحال جاي متخشخة حتى لداخل مع هذاك الفرماج اللي ضيفوه بنا ما شاء الله. نزيد نفتح لكم هنا وحدة خفيف ظريف يعني الحبات تاعنا راح يكونوا بالطبع. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم وكان خفيف ظريف عليكم. خوكم دحمن والسما بقى له يقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. السلام الحبات.